السلام عليكم. تأخرت حال الدول العربية عن الركب الحضاري في العالم بعقود من الزمان، وهي عقود مرتبطة ربما بغياب القيادة السياسية الرشيدة القادرة على إيجاد حل للحاجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناشئة للإنسان العربي. في هذه الحلقة من برنامج حديث العرب نبحث مدى العلاقة بين الواقع السلبي الذي يعيشه الوطن العربي بما يعبر عنه الاضطراب الأمني والسياسي وتردي الوضع الاقتصادي، وبين افتقاد العرب إلى قائد سياسي رشيد جدير بالتفاف الإرادة الشعبية حوله. أهلا بكم. أجيال مضت وأمة العرب تعاني من غياب القيادة الواعية الراشدة، ولم يكن هذا الغياب بسبب الافتقار إلى الأدوات والإمكانات التي تؤهلهم لقيادة الأمة، خاصة في ظل التحولات الاجتماعية والثقافية التي أفرزت طرقا جديدة للإدارة الحديثة التي تعتمد على فريق العمل. فالشعوب تلتف حول قائدها إذا اقتنعت بتفانيه وإخلاصه من أجل بلده وشعبه، فلطالما حلمت الشعوب العربية بالقائد الذي لا هم له سوى مصالح الجماهير، وحين تجده سوف تتبعه طواعية لا بالصوت والعصا والعصف والإرهاب. القائد الذي يستطيع ردم الفجوة بينه وبين شعبه فلا يشعرهم بأنهم عبيده، بل يستقوي بهم على كل قوى الأرض، لا الذي يستقوي بالقوى الخارجية على شعبه لإطفاء غضبهم كما يحصل في أغلب الدول العربية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى القائد الذي يتعامل على أساس أن زعامته مستمدة من إرادة الشعب، ويرى أن القيادة الحقيقية هي الاستجابة لمطالبهم والتعبير عنها وإيجاد الوسائل لتحقيقها، ولابد له من غايات كبرى ورسالة يعبر عنها بوضوح ويوصلها إلى كل فرد، ويرى نفسه موظفاً لدى شعبه لا مالكاً لثرواتهم ومقدراتهم يرتع فيه ثم يلقي لهم بالفتات. النظام العربي في جله يقوم على مبادئ لم تعد مناسبة للقيادة في هذا العصر، فقادة العالم العربي تأخروا في التعامل مع تغيرات كبرى أصبحت ملزمة لمن يريد أن يحافظ على وطنه. هذه التغيرات مرتبطة بدور الشعوب في اختيار القادة، وبدورها في التعبير عن نفسها، وبمكانة الحرية في السياسة والحياة. وبالتالي فإن أزمة القيادة ستشكل في المرحلة القادمة أخطر نقطة ضعف في النظام العربي. إذن عن الواقع العربي المتردي وعلاقة ذلك بقيادة سياسية واعية ورشيدة يفتقدها الوطن العربي منذ سنين طويلة، يسعدني الترحيب بضيوف الحلقة من غازي عنتاب، مدينة غازي عنتاب التركية، الأستاذ أحمد مظهر سعدو الكاتب الصحفي، كما ينضم إلينا من مدينة كولومبيا بولاية ميسوري الأمريكية الدكتور عبد الله علي إبراهيم، أستاذ شرف للتاريخ بجامعة كولومبيا، ومن مدينة أوترخت الهولندية الدكتور عبد الباقي شمسان الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام. من غازي عنتاب نبدأ. أستاذ أحمد، كثير من المراقبين ومن الباحثين كتب عن أزمة قيادة في المنطقة العربية، نريد أن تحدثنا عن طبيعة وماهية هذه الأزمة. كل التحية لكم ولضيوفك الكرام وللمشاهدين جميعا. أهلاً وسهلاً. يعني بكل تأكيد نحن في عالمنا العربي نعيش أزمة، بل أزمات متوالية ومستتبعة، وجذر هذه الأزمات هو الاستبداد. نحن في واقعنا المشرق العربي خاصة وحتى في مغربه في بعض الأحيان نعيش حالة مستمرة ومتواصلة من الانقلابات العسكرية التي تأتي بالمستبد، ومن ثم فإن إنجاز أي حياة ديمقراطية غير منطقية وغير معقول في ظل وجود مستبد أتى بالعسكرة، وبالعسكر هم من جاءوا به وليس عبر صندوق الانتخاب أو الاقتراع. أعتقد أن القضية جذرها يكمن هنا، نحن في عالم بعيدا كل البعد عن كل ما يمكن أن يقال في الحداثة المدنية اليوم من أن هناك منتخب، هناك مجتمع ينتخب رئيسه أو ينتخب نوابه في البرلمان. حتى في حال وفي ظل وجود انتخابات نجد أن الطبقة الحاكمة تخرج ليس عبر ديمقراطية ما، بل عبر تزوير وعبر 99.9% وما شابه ذلك.
إذن القضية أعتقد هنا جذرها الأساسي هو الاستبداد. إذا تخلصنا من الاستبداد ينتهي الكثير من إشكالاتنا، ومن ثم يعبر الناس عن مكنوناتهم، عن هواجسهم، عن أحلامهم في الوصول إلى تغيير حقيقي وإلى مجتمع مدني حقيقي، ليس كالمجتمع المدني المصنوع على قد ومقاص هذه الأنظمة المستبدة. المشكلة الأساس كما أرى هي تكمن في حالة الاستبداد المشرقي طيب السائد. هذا أنت يعني وضعت يدك على المشكلة، ما تراه أنه مشكلة أصلية أو أساسية وهي قضية الاستبداد، لكن لو وهو يعني ربما يكون تقويما جيدا، لكن لو نفذنا إلى جوهر موضوع هذه الحلقة و تحدثنا عن أزمة القيادة، يعني وجود الاستبداد لا يعني بالضرورة غياب القيادة بالمطلق. أزمة القيادة التي تعاني المنطقة العربية كيف تتبدى لك أستاذ أحمد؟ كيف تتمظهر لك مظاهر هذه الأزمة، طبيعتها؟ نعم، يعني أعتقد أن القضية مرتبطة أيضا بمدى تمثيل هذه القيادة للناس. نحن في عالمنا العربي لا يوجد تمثيل حقيقي للناس، يعني هذا الذي أتى عبر الدبابة وعبر المدفع هل يمكن أن يكون يعمل لصالح الناس إلا إذا كان وبالصدفة طلع إنسان ذو قيم أخلاقية؟ وبالسياسة طبعا لا يمكن التعويل على فردية القيم الأخلاقية للفرد أو كاريزميته أو ما شابه ذلك، لكن هناك مسألة بسيطة وبديهية تقول أنه إذا كان عضو مجلس الشعب أو عضو البرلمان من أتى به هو الناس سيخدم الناس، وأيضا الرئيس إذا أتى الناس به سيخدمهم، وإلا إذا أتى به شيء آخر سيخدم الآخر. إذا الطبقة العسكرية هي من أتت به فلن يكون همه الأساسي خدمة إلا من أتى به إلى سدة الحكم، إذا أتت به الجماهير سيكون حقيقة حريصا على خدمتها حتى تعيد انتخابه مرة أخرى عندما يكون استحقاق انتخابي. نحن الاستحقاقات الانتخابية هي مهرجانات، لا يوجد استحقاقات انتخابية ديمقراطية حقيقية في وطن العربي. المستبد كما قلت هو كل شيء، والحاكم العسكري هو كل شيء، وهم الناس ليس همه بل له همم أخرى مرتبطة بالطائفة أحيانا، مرتبطة بدولة المخابرات أو عصابة المخابرات، ومرتبطة بالخارج الذي يدعمه. ونحن نعرف أن كثير من حكام العرب مربوطين بدور وظيفي خارجي، ليس القضية قضية قديش بيخدم واقعه المعاشي. أو نحن شهدنا في سوريا، خلنا نحكي نموذج سوريا، عندما مات حافظ أسد وأتى بابنه أو ورث ابنه توريثا في نظام جمهوري، أتت الإدارة الأمريكية أولبرايت شخصيا أتت إلى دمشق وجلست ساعتين باجتماع مع بشار الأسد حتى تبارك هذا الدور الوظيفي اللي كان منوط في أبيه واليوم ينتقل إلى بشار الأسد. ولو لم يبارك وظيفيا خارجيا من الإدارة الأمريكية والإدارات الأخرى فيما بعد أيضا روسيا وما شابه، لما كان استطاع الاستمرار. ليس الهم كما قلت خدمة الناس، بل الهم خدمة الآخر. طيب. الذي بارك مجيئه، والعسكر الذين طيب. هم من صنعوه وصنعوه. طيب لو انتقلت إلى أوترخت دكتور عبد الله، يعني هناك اضطراب حقيقي في المنطقة العربية، اضطراب سياسي، اضطراب أمني، في تراجع رهيب في مستوى المعيشة عند طبعا عبد الباقي دكتور عبد الباقي في أوترخت، يعني هناك حقيقة تردي حقيقي في الحالة العربية. ما مدى العلاقة بين هذا التردي الذي يعيشه العرب على كل الأصعدة وبين غياب قائد رشيد يستطيع أن ينطلق في مقاربته وأدائه السياسي من مصالح الأمة العربية؟ أعتقد أن المنطقة العربية يعني شهدت بعد نشوء الدولة الحديثة العربية، سواء تلك التي نهضت الاستعمار أو تلك التي تواصلت إلى توافقات مع الدول الاستعمارية وحققت استقلالها ليس الكامل بمعنى المنطقة العربية كاملة، تزامن ذلك مع مشاريع إسلامية وقومية حاولت كل مشروع منها أن يلعب دورا محوريا، وأهم محورين كان المشروع الناصري والمشروع العراقي بقيادة صدام حسين، وكان هناك مشروع قومي آخر في سوريا ولكن كان محدود الأثر. ومن هنا حصلت تحولات دولية بعد انهيار أو الكتلة الاشتراكية، وتحركت الدول الغربية إلى المنطقة، هنالك أطماع في المنطقة العربية، والمشاريع القومية والقيادة لهذه المنطقة تشكل خطرا على المصالح الغربية وخطرا على
مصالح إسرائيل في هذه الجغرافيا، هذه منطقة لديها ثروات ولديها يعني طموحا تاريخيا في أن تتبوأ منطقة يعني مركزا عالميا في سياسيا. هذا جعل الدول الغربية تقوم بتفجير الحقول العربية والتعامل معها على انفراد. ولهذا ستلاحظ أن المنطقة العربية تم التخطيط لها، لأنه كان هناك تعثر في بناء الدولة الوطنية العربية، حيث تم إيقاف هذا التطور التدريجي والتحديثي للدولة، أدى بنا إلى تفجير هذه الحقول بعض الدول العربية وإرجاعها إلى مرحلة الطائفية والمناطقية. وتم أيضا خلق علاقات بينية، تجزئة الكيانات السياسية، سواء تلك التي تلتف أو تتجمع حول المشروع الإسلامي. تم إيجاد ثلاث مراكز إسلامية، تم إنهاء المشروع القومي في مصر السيسي نهائيا، وتم يعني إنهاء المشروع البعثي في العراق مع صدام حسين، ونحن نتابع تلك، بحيث أن بعد ذلك سيأتي دول يتم التعامل معها منفردة. وحتى المجلس التعاون الخليجي الذي كان أكثر الكتل انسجاما على المستوى الاجتماعي والمالي، ولا توجد فيه احتقانات اقتصاد يعني ذات بعد اجتماعي يمكن أن ينفجر الحقل الاجتماعي والسياسي، تم في مرحلة ترامب يعني إيجاد فجوة وخلق علاقات فردانية بين إيران وهذا الكتلة، بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الخليج. هناك تعامل جزئي. إذن هنالك مخطط غربي لعودة مباشرة إلى المنطقة وإلى التعامل مع هذه الدول المنفردة. حتى اتحاد المغرب العربي تم أيضا تفجير إحدى دوله، ويوجد هناك علاقات مع الاتحاد الأوروبي بشكل أحادي مع أوروبا وليس ككتلة مغاربية. إذن نحن الآن، ويتزامن مع هذا أو يضاف إلى هذا، أن هذه الدول لا تفرز ديمقراطية والقائد غير منتخب، ومن هنا هنالك هيمنة على صناعة القرار. وبالتالي المرحلة القادمة، هذا لا يعني أننا في مرحلة يأس، أنا سنأتي خلال الحديث ما هي الحلول القادمة. المرحلة هذه التي فيها المجلس التعاون الخليجي له علاقات فردانية، وهناك طموحات لبعض الدول أن تحتل موقعا متقدما في علاقة أحادية، وهناك المشروع في مصر أصبح مشروعا قطريا مع الرئيس السيسي وفقدت مكانتها، وهناك العراق الذي أصبح مجالا إيرانيا، وهنالك وعاد إلى مرحلة الطائفية، وهناك اليمن المهدد الآن الذي مهدد بتجزئته ليس كمشروع قومي، يعني حتى الوحدة اليمنية اللي كانت ربما النموذج، هناك تدخل عربي وإيراني لتجزئة هذه النموذج الوحيد الذي حقق الوحدة اليمنية بإيجاد مشروع إيراني ودخل إماراتي. إذن هناك مرحلة تاريخية تزامن مع هذه المرحلة ما يسمى بوجود أو ثقافة كونية ومرجعية تتمثل بحق تقرير المصير، تتمثل بالمشروع الأوروبي. هنا ظهرت المشاريع القومية التي شكلت خطر على المصالح، نعم، وتم إنها. نحن الآن عدنا إلى مرحلة ما قبل الدولة الوطنية، ولكن في وضع اجتماعي مختلف، وسنأتي إليه كيف، نعم، يمكن أن يحدث، طيب، تحول. نعم. طيب في هذا السياق أستاذ أحمد، لا يوجد في كثير من دول الآن في عالمنا الراهن، في بعض الدول لا يوجد نظام ديمقراطي، بل ربما هناك نوع من أنواع الاستبداد، وأضرب لك مثلا في ذلك الصين على سبيل المثال. لا تنعم الصين بنظام ديمقراطي تتداول فيه السلطة، الأحزاب السياسية والشخصيات السياسية وترشيح للانتخاب ومن ثم انتخابات، ومع ذلك هناك نوع من الاستقرار، نوع من التقدم، حتى أن الصين تهدد أمريكا في السيطرة على العالم. في هذا السياق، المشكلة في الوطن العربي بعيدا عن قضية الاستبداد التي تحدثنا عنها قبل قليل، هل الأزمة في جوهرها هي أزمة قيادة أم أزمة غياب قائد ملهم، قائد مسدد؟ يعني أنا لست ميالا إلى انتظار القائد الملهم، خاصة اليوم في عام 2021. هذه المسألة قد تكون في ظرف تاريخي سابق قد تكون مناسبة في مرحلة ما، لكن اليوم البحث هو، وكما أشرت أنت في قضية الصين، البحث عن دور الدولة، عن بناء دولة حديثة تقوم على فعل مؤسساتي. نحن في عالمنا العربي
وأعود للقول نموذج سوريا، لا يوجد دولة، هناك حالة من العصبوية، حالة من سلطة الدولة الأمنية وأيضا الطائفة أو ما شابه ذلك. هذه الممارسات جميعها تؤدي إلى انفلاتات ليس لها علاقة في بناء حتى اقتصاد، ولا هم لها في المستقبل بناء اقتصاد قوي. اليوم ما يحصل في الصين، هناك دولة قوية صحيح مركزية ولا ديمقراطية، لكنها تحاول فعلا وهي حقيقة تبني مؤسسات، وأعلى نسبة نمو في العالم تكون في الصين، وهذا العمل الذي أصبح يهدد اقتصاديا وحتى عسكريا في بعض الأحيان دول غربية مثل الإدارة الأمريكية. اليوم لا نجد في عالمنا العربي ما يستطيع بناء إذن دولة أنت تتحدث عن أزمة تتوافق. قيادة بالمعنى العمل العام وليس أزمة قائد. أنا شخصيا يعني لا أعول اليوم، وليس المطلوب مننا نحن كعرب حاليا أن نبحث عن القائد الكاريزمي ذو الشخصية، لسبب رئيسي أن بناءه اليوم يعني بالصدفة قد يكون له علاقة بالناس والجماهير ويخدم الناس. عموما هناك يجب أن نشتغل على مؤسسات ديمقراطية يعني تنبع أنا لا من أريد أن أسلوب. نستبق الحديث أستاذ أحمد، هذا الموضوع يعني ربما في المحور الأخير من الحلقة سنتحدث عن الحلول أو عن البدائل الممكنة، ولكن أنا الآن منشغل في هذا المحور. يعني لو أذنت لي في وضع اليد على المشكلة، هل المشكلة أنه ليس لدى العرب قائد يعبر عن مصالح العرب في هذا العالم متلاطم الأمواج بالنظريات وبالمصالح الكبرى والاستراتيجيات، أم المشكلة في عدم وجود قيادة يعني جماعية تستطيع أن تحقق هذه المصالح؟ سأعود إليك، لكن لا بد أن نذهب إلى فاصل قصير، ومن ثم بعده نبحث قضية العلاقة بين ما يحصل في الوطن العربي وأسباب غياب هذا القائد أو القيادة بعد قليل. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أسعدكم الله مشاهدينا الكرام، ما زلنا في الحديث عن غياب القائد العربي السياسي وعلاقة ذلك بأوضاع العرب العامة. أتحول إلى ميسوري في الولايات المتحدة الأمريكية لأسأل الدكتور عبد الله، أهلا ومرحبا بكم. يعني من المعروف أن الظروف الصعبة في أي أمة كحالة تاريخية، في أي أمة من الأمم عندما تمر هذه الأمة بظروف صعبة، ظروف يعني تتردى فيها أوضاعها، هذه تكون مرحلة تاريخية تمهيدية لظهور قيادة، لظهور قائد يستطيع أن ينتشل هذه الأمة من واقعها المتردي. في الحالة العربية حتى الآن لا يحصل هذا الأمر، نتحدث عن يعني كما لو أن العرب يدورون في حلقة مفرغة. هل للعرب أمام حالة خصوصية هنا بعيدا عن سيرة الأمم والشعوب الأخرى؟ لا أعتقد، أنا بعتبر أنه نحن لا ندور في حلقة مفرغة، وإنما نحن بندور في حلقة منتجة. يعني كل التقييم الأخير للربيع العربي يعني بيشير إلى أنه أصبح حقيقة، وأنه إذا لم ينتهي إلى الغايات المرجوة إنما ثبت. نعم، يبدو أن الاتصال انقطع. أذهب إلى أوترخت. الدكتور عبد الباقي، هل يمكن أن يسند سبب خلو البقعة الجغرافية العربية من قائد سياسي يستطيع أن يحدد مصالح هذه الأمة العربية إلى عوامل خارجية أكثر أم أنه في الأصل جوهر المشكلة هي عوامل داخلية؟ لا، هناك عوامل داخلية وهناك عوامل خارجية. العوامل الداخلية متعلقة بهذه الأنظمة وبعدم شرعية معظمها، وبالتالي هي تقيم تحالفات تجدد شرعيتها من خلال علاقات خارجية. وبالتالي الحل الآن، نحن لا ننتظر علينا أن
ننتظر قائدا جديدا يقود هذه المنطقة. نحن بحاجة الآن مع هذا التحول الجديد للمنطقة العربية، مع وجود ما يقارب 70% من البنية الديموغرافية للمنطقة العربية منطقة شبابية في هذا العالم الافتراضي الذي أصبح مفتوحا. نحن لسنا في مرحلة الستينات والخمسينيات والسبعينيات عندما كانت الدول مغلقة، الآن نحن أمام عالم مفتوح. قبل هذه الجزئية دكتور عبد الباقي، يعني أنت تحدثت عن أن بدأت جوابك بأن المشكلة داخلية، لو تحدد لي، لأنه سيترتب على هذا، على هذا التحديد سيترتب حديث بعد ذلك في بعد الفاصل، لماذا هي عوامل داخلية تحول دون ظهور أو بلورة قيادة سياسية رشيدة في المنطقة العربية؟ لا هو العوامل داخلية وخارجية، يعني اثنين موجودين مع بعض، لكن المهمة الخارجية طبعا العوامل. العوامل أولا غياب أنظمة ديمقراطية تستطيع، القائد ليس شرعيا، غياب المشاريع العربية، هناك مشاريع يعني سيطرة على الحكم، كل مشروع على سبيل المثال المشروع اليمني كان يسعى إلى نقل السلطة إلى نقله، المشروع السوري هو توريث، يعني الجمهوريات انتكست تحولت إلى مشاريع عائلية، والمشاريع والدول الملكية والأميرية إن صح التعبير، والدول الأميرية أصبحت أيضا تقوم بمقايضة الحرية مقابل المنافع والعطايا. إذن ليس هنالك مجتمع قادر أن هذه السلطة تمثله أو تعبر عن تطلعاته العربية فقط. إذن هنا عامل، العامل الخارجي يتمثل بأن الدول الكبرى أيضا قلقة من أي وحدة في هذه المنطقة التي قد تشكل خطرا، ومن هنا أعتقد يعني أننا أي خطر يمكن أن تشكله أي وحدة عربية يعني محتملة كما تتفضل، يعني أمة مفتتة، يعني هناك نوع من التخلف العلمي، التخلف الحضاري، في اضطرابات أمنية، أي خطر يمكن أن تشكله هذه المنطقة الملتهبة على دول كبرى مثلا؟ هذه المنطقة إذا ما تم توظيف إمكانياتها المادية والديمغرافية والتكامل، وجود نحن لا نبحث عن قائد فقط، دعني أكمل الفكرة، لا نبحث عن قائد محور، نبحث عن تكتل عقلاني اقتصادي يبدأ أولا بالدولة الوطنية، الدولة الوطنية التي لها هوية وطنية بمعنى الهوية التونسية، الهوية العراقية، نحن نبحث عن هوية كاملة ومنصهرة. نحن الآن على سبيل المثال نتحدث عن طوائف في العراق أو في اليمن، يعني شيعي سني كردي مسيحي مسلم في اليمن، نتحدث شمال جنوب سني شيعي، وفي سوريا علويين الآخر، إذن نحن أمام هويات فرعية يعني مسيطرة وتطفو على الهوية الوطنية، وكيف يمكن نتحدث عن مشروع قومي أو مشروع إسلامي ونحن مشدودين إلى انتماءات ما قبل الدولة أو تتجاوز الدولة؟ بالتالي أعتقد أننا الشباب الآن نحن نبحث ليس عن قائد، المرحلة لن تفرز قائد في هذه المرحلة لأسباب موضوعية، لا ضرر، لأن قد تم إيجاد قواعد عسكرية ووجود استعماري ناعم في المنطقة، إيجاد علاقات ثنائية بين الدول وإسرائيل، علاقتها وأمريكا، إذن أصبحت هناك مصالح فردانية للدول. الشعوب والشباب العربي هذا المتحرك سيضغط لتغيير بنية السلطة، ومن ثم سيتفرز البحث عن تكتلات اقتصادية ثم تتحول إلى تكتل سياسي، ومن هنا نحن لا نحتاج إلى قائد نلتف حوله كعبد الناصر أو صدام حسين، نحن نحتاج إلى تكتلات اقتصادية عقلانية تستطيع أن توظف وتقوم على الديمقراطية، بمعنى لا يستمد هذا القائد التاريخي شرعيته من الكاريزما أو من الإنجاز. نحن نريد عند دول تتناوب على قيادة الاتحاد، دول تفرز ديمقراطية على المستوى الداخلي، برلمان منتخب، برلمان عربي منتخب. هذا يحتاج إلى وقت، لأنه الآن كما تعلم انظر ببساطة إلى مجلس التعاون الخليجي الآن الذي كان آخر تكتل، ستلاحظ الآن علاقات منفردة وهناك فجوة شاسعة، وبالتالي لا يمكن لنا أن نتحدث حتى على هذه الدول التي كانت أقرب إلى الوحدة الاجتماعية والعلاقات الوشائجية. وأما المشروع العربي فالمشاريع القومية والمشاريع الإسلامية، لأن الإسلام أصبح الآن معظمه يماثل بالإرهاب ويماثل، وهناك توجه دولي لاستهدافه،
والمشروع القومي أيضا نحتاج إلى وقت. وضحت فكرتك، لكن لو أذنت لي أن أعود إلى ميسوري، لقد انضم إلينا مجددا الدكتور عبد الله. يعني ضيفايا من غازي عنتاب التركية وأوترخت الهولندية يبدو أنهما رغم استباقهما الحديث متفقان على قضية أن العرب ليسوا بحاجة إلى قائد بقدر حاجتهم إلى منظومة قيادة أو منظومة عمل جماعي. قد يرى بعض المشاهدين أو بعض المتابعين أو بعض الناقدين لهذا الأمر أن لا توجد أمة في التاريخ عرفت نهضة بلا قائد. القائد هي قضية فطرية، قضية مسألية، مسألة جوهرية مرتبطة في أصل النوع الإنساني. سؤالي هو لك دكتور عبد الله، إلى أي مدى يمكن أن نعزو أسباب غياب سواء كان قائدا مسددا، قائدا ذا قدرات يستطيع أن ينتشل العرب من حالهم الراهنة، أو حتى قيادة جماعية، أن نعزو هذا الغياب إلى نوع من التنافس السياسي البيني بين أنظمة المنطقة العربية؟ يعني هي صحيح أنه لا ينهض أي أمر بغير قيادة، هذه حقيقة مقررة، ولكن يعني السؤال من أين يأتي هذا القائد؟ يعني نحن في تجربتنا الأخيرة يعني سنوات طويلة جدا، هذا القائد لا يأتي من القواعد، لا يأتي من مؤسسة ديمقراطية. القائد جمال عبد الناصر على عظمته. طيب قبل أن أذهب إلى الفاصل أذهب إلى غازي عنتاب لأسأل الأستاذ أحمد في السياق ذاته. دعني أسأل في الحالة العربية، يعني تحدثنا عن أسباب عن الاستبداد وعلاقته بما يحصل وربما يكون سببا في غياب القيادة، قيادة مركزية تؤدي مهامها على أكمل وجه، لكن حصل الأمر نفسه في الانتفاضة العربية، في كل الدول العربية تقريبا عجزت هذه الانتفاضات عن تظهير قيادة حتى بالمعنى الجماعي تستطيع أن تخاطب العالم وتقدم مطالب هذا الحراك أو هذه الانتفاضة إلى العالم. بكل تأكيد عجزت لأسباب كثيرة لها علاقة بتركيبة هذه المجتمعات ولها علاقة أيضا بالعامل الخارجي الذي تحدث عنه الدكتور. حقيقة هناك عوامل عديدة. الواقع العربي اليوم ينتفض على القائد الفرد المستبد، القائد الذي قمع الناس وزج بها بالسجون وألغى السياسة من المجتمع. اليوم عادوا هؤلاء الناس، هذا الشارع العربي في العراق وفي سوريا وفي غير مكان الوطن العربي، كل وطن تقريبا الربيع العربي قاموا ووقفوا في مواجهة الاستبداد ومواجهة أي تغول لهذه السلطة القامعة لشعوبها التي تزج بهم بالسجون من أجل إنتاج حالة جديدة. لذلك شيء طبيعي أنا بتصوري أن لا يكون هناك توافق واتفاق على قائد بعينه، لأنهم لا يريدون أن يعيدوا بناء قيادات جديدة قد تأتي في لحظة ما وتعيد إنتاج ما هم قاموا عليه وضده، وبالتالي شيء طبيعي أن لا يكون هناك القائد. هلا بالمعنى الآخر أو المقلب الآخر يقال أنه أي ثورة بلا قائد فرد يقودها وتأتمر به قد لا تستطيع تصدي للاستبداد أو للدولة التي ثارت عليها. لكن حقيقة هذه المسألة لها أوجه مختلفة ولها صور قد لا تتوافق عليها كل الناس. هناك حالات في الثورة السورية لها علاقة بأن تعدد وأطياف المعارضة قد يفيد في بعض الأحيان وقد يعطي اطمئنانا لكل الحالة المجتمعية ولكل الأثنيات الموجودة بحيث أن تشارك جميعا، وإلا لو كان القائد فردا وفي ظل وجود مجتمع يعني تكثر فيه الأثنيات والطوائف والديان وما شابه ذلك قد لا يساهم ذلك في لملمة الوصول من أجل قيادة فعلية تقود الجماهير وتسيطر على الحكم إن استطاعت طبعا ذلك. ما في شك الربيع العربي أعطانا دروسا جديدة وتختلف عن السابق في كثير من مناحيها، ويبدو أن لكل ساحة عربية في الربيع العربي نموذجها الخاص بها وسياقها الخاص بها، لا يمكن الحديث
أو المقارنة بين الحالة السورية والحالة اليمنية أو الحالة السورية والليبية أو العراقية واللبنانية، هناك بعض التوافقات أو التفاهمات بشكل من الأشكال، ولكن هناك فروقات كبرى، ولكن بالنتيجة الجميع يبحث عن الخلاص، الخلاص والحرية والكرامة التي يفتقدها المواطن العربي في ظل وجود الحاكم المستبد الفرد الذي أنهى الحياة المجتمعية كما قلت وأنهى السياسة من المجتمع كما فعل حافظ أسد سابقا. طيب، سنبحث عن حاجة العرب وصفات القيادة أو القائد المطلوبة في العصر الحديث، ولكن ليس قبل أن نذهب إلى وقفة أخيرة ومن ثم استكمال الحلقة. أهلا بكم في أوترخت دكتور عبد الباقي. يعني تحدثت قبل قليل عن أن حاجة العرب الآن يعني هي إلى عمل جماعي مؤسسي أكثر منها حاجتهم إلى قائد. هل العمل المؤسسي والجماعي يلغي أهمية القائد في مثل هذه الحالة؟ وأريد أن تقدم هذا الموضوع، أن تقاربه من منظور علم اجتماع سياسي وهو تخصصك الأصيل. طيب، شوف، اولا بالنسبه لوجود قيادات، تحدث الضيف من الولايات المتحده الامريكيه قبل قليل وقال من اين اتى القائد؟ جاء من المؤسسه العسكريه، والمؤسسه العسكريه خلقت لدينا مجتمع سلطوي محتكر للسلطه ويفتقد الى الاليات الديمقراطيه. بالتالي المرحله الحاليه لا يمكن لنا ان ننتظر قائدا. قد تعود مصر بعد السيسي ان تشكل محورا وتضع توجها ما، ولكن هذا المحور أو التوجه لن يخلق وحدة عربية. لذلك هناك تغير في الثقافة، تغير في التصورات، تغير في البلدان حتى الخليجية، هناك تحولات كبرى في رؤيتنا بالحياة، رؤيتنا للوجود، رؤيتنا للوحدة. نشاهد نحن الآن الاتحاد الأوروبي، نشاهد كثير من التكتلات الكونية، نشاهد حتى الولايات المتحدة الأمريكية وكيف يمكن لها أن تقود أمة وهي فيدرالية. إذن المنطقة العربية لن تفرز قائد في المرحلة الحالية، وإن أفرزت قائد سيتم المواجهة وقد يشكل محورا وليس قائدا. نحن بحاجة الآن، هناك استهداف للمنطقة، يعود المنطقة تعود الآن إلى مرحلة ما قبل الدولة، وإحنا كنا قد حققنا جزء من بناء الدولة الوطنية. عندما نعود إلى ما قبل الدولة تحصل لدينا إشكاليات كبرى. لا يمكن لنا أن نتحدث عن مشروع عربي على سبيل المثال. كيف يمكن لأحد في المجلس الانتقال الجنوبي أو الحوثيين أو حتى في العراق الجماعات الميليشياوية تتحدث عن مشروع إسلامي أو مشروع عربي وهي مسيطرة على السلطة، بينما هي تتموقع وتستمد قوتها من الطائفة ومن الهوية ما قبل القومية. إذن الآن الجيل الشباب هذا الذي شهد الربيع العربي والذي هو منفتح ويستمد ثقافته ولديه تصورات ووسائل اتصال مفتوحة له عبر العالم، لن يتحمل كثيرا هذا الضياع والمرحلة الرمادية اللي نعيشها الآن. سيتم هناك ثورات حتى في بلدان الخليج العربي، ستشهد أزمات كبيرة جدا لأنه هناك تطلعات قومية. هذه التطلعات القومية في فلسطين نلاحظ الآن هناك نوع من تجاوزها، هناك تطلعات إسلامية. الأمة الإسلامية الآن مهما تكون المنطقة العربية عندها تطلع وطني، تطلع قومي، تطلع إسلامي، هناك ثلاث دوائر نتحرك من خلالها. دول الخليج لم تلبي هذا التطلع القومي، هناك تطبيع مع إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني، هناك صراع داخل سوريا عربي، هناك صراع، وكان هناك صراع في العراق أدى بنا إلى خسران العراق، هناك صراع عربي في اليمن، وهذا الصراع العربي داخل جامعة الدول العربية الآن تكتلات. أفقد مصر أفق
يعني تم إفقادها مكانتها في المنطقة لصالح دول صغيرة خليجية تهيمن على المشهد ماليا وتلعب دور يتجاوز إمكانياتها الرمزية والسياسية والعسكرية. إذن الشعوب العربية والمجتمع العربي الشاب سيصمد يعني أو حتى لبنان، لبنان أيضا الآن يتفاعل، هذا سينتفض لبنان ضد الطائفية. ماذا فعلت الطائفية الآن؟ كيف يمكن للبنان الآن نحدث عن ملوك الطوائف ونتحدث عن دولة لبنانية ونحن والدولة معطلة بفعل هذه الطوائف وإعادة إنتاجها؟ إذن كيف يمكن أن نتحدث عن مشروع وحدوي عربي في هذا الواقع الذي أصبحت فيه المنطقة متجزئة وفيها قواعد عسكرية ومشاريعنا القومية ضعيفة؟ إذن الجيل الشباب هذا الحالي أنا أعتقد أنه لا نريد قائدا من الأعلى، أنا هذه الفكرة التي ألتقي معها مع الضيف من الولايات المتحدة الأمريكية، لا نريد قائدا يأتي من الأعلى ليقود هذه الأمة، نريد هذه الأمة أن تفرز قياداتها بمطلب مجتمعي يسمى هكذا، تجي هناك حراك مجتمعي يطالب له برنامج مجتمعي محلي وقومي وإسلامي، يعني بمعنى أنه يعني المخاض يأتي من القواعد ليأتي تطلعات يعبر عن نفسه في أحزاب في تجمعات في مؤسسات، وهذا سيحدث لأن المرحلة هذه لن تطول. هذه المنطقة الآن تعاني استنزاف وهناك حالة من الإحباط واليأس لن تستمر، بل ستفرز ثورات داخل حتى البلدان التي تعتقد أنها مستقرة بفعل المال. هذا سينتج بعد ذلك تحول في بنية السلطة، تحول وسيتوسع المجال العام للدول، بمعنى ليس هناك تطابق بين الدولة والمجال العام، سيكون هناك هوامش بفعل القوة والنضال. هذا سيؤدي إلى أولا دول قوية، ثم سيبحثون عن تكتلات عقلانية، وقد نشهد بعد ذلك إحدى الدول تقود المنطقة كقائد داخل المجموعة وليس كقائد تاريخي على شاكلة عبد الناصر أو على شاكلة القائد أو الخليفة. طيب سأعود لأبحث معك هذه النقطة بمزيد من التفصيل، ولكن في غازي عنتاب أستاذ أحمد، يعني حينما يتحدث عن قيادة جماعية تفرزها القواعد، ما خصائص ما طبيعة هذه القيادة في الحالة العربية تحديدا؟ يعني لأنه لم يعد هناك من يعول حاليا بالعصر الحديث على القائد الفرد، الدولة المدنية الحديثة تفترض وجود مؤسسات مدنية حديثة تتكئ بالتأكيد إلى انتخابات ديمقراطية حقيقية، تبني دستورا مدنيا يتوافق عليه الجميع، تساهم في بناء عقل جمعي للناس، وأيضا تساهم في الحفاظ على المسائل الفردية والجماعية للبشر، وأيضا تحفظ أمن المواطن وأمن الدولة وتعيد بناء المواطنة. نحن نفتقد في واقعنا العربي إلى المواطنة الحقيقية، لذلك نجد الناس تهجر نتيجة الاستبداد ونتيجة عدم وجود مواطنة إلى أماكن أخرى، وبالتالي إعادة بناء المواطنة وأيضا إعادة بناء الوطنية من جديد على أسس جديدة تعطي دورا حقيقيا للمجتمع المدني المغفل حاليا والمهمش في غير مكان من عالمنا العربي. هذا يعيد بناء مؤسسات جديدة حداثية عصرية تساهم في لملمة الواقع المتشظي والمتفتت وتعيد بناء الدولة الوطنية. نحن اليوم أيضا لا يمكن الحديث عن مشروع عربي أو توحيدي أو ما شابه بدون بناء دولة وطنية. لكن يا أولاً أستاذ أحمد، حتى لا يكون الكلام يعني مجردا نظريات أو تنظير قد نتهم به من قبل مشاهد أو آخرين، يعني الواقع الآن يعني حصلت انتفاضة عربية في عدد من البلدان، وكثير من هذه الانتفاضات حصلت على هامش من الحرية، صنعت لها مجالا جغرافيا وحصلت على نوع من الدعم الخارجي، لكن مع ذلك عجزت عن إنتاج أو إنجاز حالة من القيادة من العمل المؤسسي تستطيع أن تقنع به بقية أفراد الشعب. لأن العامل الخارجي الفاعل في هذا الواقع العربي وفي غير مكان من ساحاتنا العربية هو من فعله تخريبيا وتفتيتيا وتشظيا. لم يسهم هذا العامل الخارجي الداعم للربيع العربي في إنتاج حالة جديدة حداثية عصرية ديمقراطية مدنية. ليس هم
الدول الإقليمية ولا العالم كله إنتاج ديمقراطية في سوريا أو العراق أو اليمن أو ما شابه. يعني الدولة الديمقراطية الجماعية التي تقوم على أسس دستورية مدنية حقيقة وسيادة للقانون لا تفعل فعلها في إنتاج حالة الربط مع الخارج وتحقيق أمانيه ومصالحه في داخل الدولة الوطنية. الدولة الوطنية الحقيقية تفعل فعلها من أجل بلدها ووطنها وناسها ومجتمعها، همها الأساس بيكون هو المواطن. هل لديك تصور عن كيفية إفراز هذه القيادة في الحالة العربية الآن إذا ما كان الوضع في الداخل استبدادي وبالحديد والنار يتم الحكم، والدعم الخارجي يفرض شروطا معينة تحول دون نهضة العرب؟ هل لديك تصور؟ بالتأكيد العودة إلى الداخل، العودة إلى الذات. نحن حقيقة في ثوراتنا العربية عولنا كثيرا على العامل الخارجي ووضعنا كل بيضنا في سلة الخارج، والخارج له مصالحه الأساس. نحن نعتقد أن الثورة السورية مثلا مصالحها في ذاتها، لا يجوز تعويل على الخارج، إنما التعويل على الذات وعلى النفس وعلى المجتمع الذي ثار ضد الاستبداد وثار من أجل تحقيق الحرية والكرامة. لا يمكن اليوم الحديث عن أن هناك انتظار لتأتي أمريكا وتسقط لنا النظام حتى يكون هناك ديمقراطية. أمريكا لا تفعل ذلك، وليس مصلحتها وليس دورها أصلا أن تسقط أنظمة لبناء ديمقراطيات في العالم. هذه المسألة تعود لمصالح لها. المصلحة الأساس للأمريكان اليوم النفط أولا، وأيضا أمن إسرائيل بالنسبة للواقع السوري، وبالتالي ليس الهم الأساسي بناء ديمقراطيات. نحن نبحث حقيقة، وهذا ليس تنظيرا، هذا همنا جميعا، ونحن نقبل على إتمام السنة العاشرة للثورة السورية أن نعود إلى العقلانية السياسية الحقيقية، نعود إلى الناس، نلتف نبني أنفسنا في مواجهة الاستبداد على أسس صحيحة، وليس هناك إمكانية اليوم لتسويد أي زعيم ما مهما على شأنه على الناس، لأننا سنعيد إنتاج الاستبداد مرة أخرى. وهذا ليس بالضرورة ما فعله وما ضحى من أجله الشعب السوري مثلا، أو الشعب العراقي أو أي شعب في الساحات العربية. نحن حقيقة الشعوب العربية قمنا وتحركنا بالربيع العربي من أجل أن نعيد إنتاج دولة حداثية جديدة ديمقراطية التي نفتقدها، التي نتعطش إليها، التي نصبو لأن نبني أنفسنا، لأن ننام وبدون أن يكون هاجس الخوف والقمع ودولة مخابرات فوق رؤوسنا. هذا همنا الأساس اليوم. بلا دولة ديمقراطية، بلا دولة تنفي المخابراتية وتزيح جانبا الدولة ما قبل الوطنية، طيب، الهويات الفرعية، لا يمكن البناء عليه. سأعود إليك أستاذ أحمد، وأذنت لي يعني حتى يبقى معي مزيد، سأعود لأختم معك، لكن أريد أن نذهب الآن للأستاذ عبد الباقي. في ظل البيئة السياسية الراهنة في المنطقة العربية، سواء من هي في السلطة أو حتى في الظل، معارضة ونخب ومثقفين إلى آخره، هل هذه البيئة السياسية بمجملها يمكن أن تكون سبباً في تظهير وتهيئة مؤسسة قيادية تحدث تغييراً في الواقع العربي؟ لا، نحن بحاجة إلى، نحن الآن في صيرورة في غاية الصعوبة، سنمر في مرحلة من الركود الطويل. لأن شوف، في المرحلة السابقة عندما كانت الدول العربية تتحدث عن الأممية، وفي اليمن كنت تشاهد أن الصراع على مستوى القبيلة والمناطق، يعني كيف يمكن لك أن تقود أممية والقيادات والنخب القائدة ما زالت قبلية ومناطقية؟ ثم المشروع القومي، كان هناك صراعا بين سوريا والعراق، كان هناك صراعا بين مصر والسعودية، كان هناك، يعني لذلك أعتقد أننا في مرحلة، الذي أعتقد هكذا وفقا لمقاربة سيسيولوجية، أن الآن نحتاج أولا إلى بناء دول وطنية، وهذا سيأتي عبر الانتفاضات الشعبية، ولم يأتي بقائد عسكري سيقوم بانقلاب. الذي يأتي بانقلاب لا يمكن أن يقود أمة، بل يؤسس إلى ديكتاتوريات، ولن يأتي قائدا يعني عسكريا ليقود هذه الأمة. هناك تحولات كونية، هناك منظومة دولية، هناك صراع دولي. أعتقد أن الشعوب الآن هي التي تستطيع أن تفرز أن تفرز قياداتها وأن تحدث تحولات، لأن الآن معظم الدول الغنية دول ليس لها فيها حرية، وهناك مقايضة بين العطايا والمنافع والحريات والتعددية. والدول
ذات الديمقراطية الشكلية أو تلك المفرغة من التحولات تقوم بعملية انتخابات مفرغة من وظائفها الحقيقية، أي أنها لا تؤدي لتداول سلمي للسلطة، لا تؤدي إلى سلطة يمكن انتخابها كل فترتين، ليس هناك يعني مؤسسات رقابة، مؤسسات محاسبة. اليمن ظلت منذ 90 حتى 2011 دولة أعلنت التحول الديمقراطي، ولكنها لم تفرز يعني تداولا سلمي للسلطة على مستوى الأعلى، ولم يترك الحزب الحاكم أغلبية الثلثين حتى يسيطر على صناعة القرار، وهكذا بلدان التي تدعي الديمقراطية. إذن أعتقد هناك الآن جيل جديد، هذا الجيل الجديد الآن ربما يتفاعل، ومن الطبيعي أن هناك صيرورة نحن الآن لا نشاهدها، لكن هناك مخاض داخل هذه البلدان في الخليج وفي بقية البلدان، هذا سيفرز انتفاضات داخلية ستقوم بتوسيع المجال العام، تغيير ما يسمى خلق عقد اجتماعي جديد يعيد العلاقة بين الدولة والمواطنين. على ضوء ذلك يمكن لنا بعدين أن نستفيد من التجارب الدولية في الصين أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا لإيجاد نموذج نستفيد من التجارب الإنسانية. إذا أفرز ذلك هذا وجد هذا، لكن لا يمكن لنا أن نمر ولا يمكن لنا أن نعود إلى مرحلة القائد الفذ الذي يقود هذه الأمة، لن يترك هكذا. الآن هناك قواعد أمريكية في بلدان الخليج، هناك الآن ناتو سني مقابل ناتو شيعي، هناك الآن ثنائيات، لدينا إشكاليات كبرى. الحل الوحيد هو أولاً، وهذا من منظور سوسيولوجي، الحل أولاً ترسيخ الدولة، الدولة الوطنية العربية، وداخل هذه الدولة المواطن العربي من المحيط الخليج لديه انتماء عروبي أو إسلامي، العروبي أو لديه انتماء متنوع، هذا سيؤدي بعدين لاختيار نموذج إنساني للتكتل والتوحد. لا يمكن لنا هذا التوحد طبعا يشمل التنوع، لكن نحن لا نبحث عن قائد يأتي لنا بالدبابة ومن ثم يحدثنا عن قيادة الأمة، لن يقود الأمة ولدينا تجارب سابقة. طيب وضحت الفكرة. أستاذ أحمد أختم معك، يعني أي قيادة، مؤسسة قيادية ممكن أن تظهر في الساحة العربية سواء في سوريا، في العراق، في مصر، في لبنان، في اليمن، يعني كيف يمكن أن تؤدي مهامها في ظل عودة العرب إلى مرحلة الولاءات والانتماءات ما دون الوطنية؟ هناك الانتماء إلى القبيلة، الانتماء إلى الطائفة، الانتماء إلى العرق، كيف يمكن أن تؤدي دورها في ظل هذا الواقع؟ لا شك أنها مسألة ليست من السهولة بمكان، وفعلا صعبة للغاية، ودليلنا ما حصل في كثير من حالات الثورات العربية حقيقة. ولكن لا مفر من ما تحدث به الزميل الدكتور عبد الباقي من إعادة عقد بناء عقد اجتماعي جديد وبناء الدولة الوطنية. نحن اليوم حقيقة بحاجة لبناء مؤسسات الدولة الوطنية وإعلاء صورة الدولة الوطنية، وصولا إلى بناء مجتمع حديث حقيقي يبني ويساهم في لملمة حالة التشظي والتفتت. نحن حقيقة لم نعد نطمح كشعوب عربية إلى بناء فرد، إلى بناء أي كان، لأنه لم يعد هناك عبد الناصر الجديد في العالم العربي، هناك حالات من التشظي والتفتت. نحن نريد بناء مجتمع عربي ومجتمعات وطنية. أولا عليه طبعا حتى لا يعني لا يكون هناك يزعل فريق من العرب. نعم نعم، أنا هذا رأيي الشخصي، أنا أعتبر عبد الناصر حالة فردية حصلت في مرحلة تاريخية ما، ولا زال يترك أثره على عالمنا العربي بالتأكيد. حتى الآن قبلنا أو ما قبلنا، اختلفنا أم اتفقنا، ولكن أنا أتحدث اليوم لسنا بحاجة اليوم إلى بناء فرديات في الوطن العربي، نحن بحاجة لبناء مجتمع جمعي، عقل جمعي، عقد اجتماعي جديد يبني ويساهم في لملمة الواقع وعلى أسس ديمقراطية بالتأكيد حداثية، ولم نعد نقبل مرحلة التفتت وتشظي القبلي وما شابه ذلك، وهي بالأساس من فعل فعله، سواء كان دولة الملل في إيران في المساهمة في تفتيتها من جديد، أو في بعض الدول الأخرى التي لها مصلحة في حالة التفتت والتشظي الموجودة في غير مكان من دولنا الوطنية. نحن اليوم حريصون على بناء دولة وطنية حقيقية أولا، ثم نتحدث عن مشروع عربي. لا يمكن الحديث عن مشروع عربي قبل بناء الدولة الوطنية الحديثة الديمقراطية بكل تأكيد، التي تنبثق من الناس أشكرك. والتي يكون هم
مهمه الأساسي الناس وبناء دستور وطني حقيقي يجمع عليه الناس. نعم. أشكرك شكرا جزيلا، كان معنا من مدينة غازي عنتاب في ختام هذه الحلقة مشاهدين الكرام، من مدينة غازي عنتاب التركية الأستاذ أحمد مظهر سعد الكاتب الصحفي، وشاركنا من مدينة كولومبيا بولاية ميسوري الأمريكية جزئيا الدكتور عبد الله علي إبراهيم أستاذ شرف للتاريخ بجامعة كولومبيا، كما كان معنا أيضا من مدينة أوتراخت الهولندية الدكتور عبد الباقي شمسان الأكاديمي والباحث السياسي. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا الفاضلين، إلى لقاء مقبل بإذن الله.